عبيتي طالبة طب سنة سابعة بكلية الطب والصيدلة بوجدة ابنة مدينة توريرت. إذا بغينا نعرفوا المحاكاة الطبية هي مقاربة تشبيهية للواقع، هي واحد الوضعية حرجة كيكون فيها مريض اللي عبارة عن دمية متفائلة، وكيكون مجموعة من الأطباء الهدف ديالهم هو إنقاذ هذا المريض وإعطائه الأدوية المناسبة باش يخرج بواحد الحالة أفضل بكثير من الحالة اللي دخل فيها. بالنسبة للمسابقة اللي شاركنا فيها، فالأعضاء ديال فريقي هما دريس بن علي، فاطمة أمخاو، وأمين دريوش، كلهم طلبات طب سنة السادسة، ودريس هو طبيب داخلي بمستشفى الجامعي بوجدة. إذا نحن المسابقة ديالنا كانت على عدة مراحل، شاركنا بمسابقة جهوية في كلية الطب والصيدلة بوجدة، ثم بعدها المسابقة الوطنية بكلية الطب والصيدلة بفاس يوليوز 2018، ومن ثم وفقنا الله عز وجل المركز الأول، وبالتالي فمثلنا المغرب في المسابقة الدولية بتشيك بجمهورية تشيك مدينة براغ يوم 14 أكتوبر 2019. المسابقة كانت مليئة بالتحديات، يعني من اللغة الإنجليزية إلى صعوبة الفرق المشاركة، وكونها تتكون من أطباء متخصصين، ولكن الحمد لله دافرنا الجهود إلى أن حصلنا على المرتبة الأولى، رغم أن منافسينا كانت من دول قوية في الميدان الطبي كفرنسا وإنجلترا والبرازيل وما إلى ذلك من الدول. ثم الحمد لله فشرجعنا، تم استقبالنا من عديد الجهات، ولكن يبقى هذا الاستقبال ذو طعم خاص، لأنني أنا شخصيا بنت مدينة توريرت، وبالتالي فالعودة إلى المدينة وأن يتم استقبالنا بهذا الشكل وأن يتم تكريمنا فهو زعما الحمد لله شي حاجة كتفرح بزاف. فشكرا لكم، وأهدي هذا النجاح لجميع ساكنة مدينة توريرت. هذه شهادة تميز تسلمتها من يد عامل إقليم توريرت أميمة بنتي. هنيئا. جميل حين عندما نتعلق هكذا، جميل أيضا أن نرسخ مثل هذه الذكرى في ذكرى وطنية عزيزة علينا. عيد الاستقلال